توزيع الثروة في البلاد، وهو فتح الباب للاستثمار لتوزيع الثروة في البلاد. وأنا أعطيك العنوان الأول، لمدة 60 سنة 1700 مقلع رخصة للمقلع لمدة 60 سنة. أنا كنت في التجهيز والاستعمار الآن. في ظرف أقل من 10 سنوات ضافوا ما يقارب من 1000 مقلع، وفتح المجال للاستثمار وقانون جديد توزيع للثروة، تشجيع للاستثمار، إزالة الاحتكار في المجال ديال المقالع. نعطيك مثال آخر، مجال ديال النقل ديال سيارة ديال مدارس ديال السياقة، في الفيزيت تكنيك ديال الفحص التقني، في المجال ديال النقل في العالم القروي، في المجال ديال النقل السياحي، في المجال ديال النقل ديال المستخدمين. كان مئات ديال الشركات اللي تشكلت في هذا المجال. نزيدك مجال آخر، في المجال ديال المحطات ديال الوقود، كان كيدار المعدل 50 محطة بصعوبة في كل سنة، في الآن وصلنا لأكثر من 200 محطة في السنة. يعني توزيع الثروة وتشجيع الاستثمار الصغير والمتوسط والكبير، معنا 200 محطة راها ماشي سهلة، يعني تضرب في 4 مرات في هذه الحكومة، 700-800 محطة وزيادة اللي يمكن لها دارت في هذه الحكومة. تشجيع الاستوكاج، يعني التخزين في المجال ديال المحروقات لمواجهة لتأمين تزويد السوق، وهذا فتح فيه الاستثمار للعديدين. الآن فتح الاستثمار في المعادن، المعادن سحبت التراخيص من الناس اللي كانوا واخدينها وما داروا والو، وفتحت أمام شباب وأمام شركات متوسطة وأمام شركات كبرى بنزاهة لم يطعن فيها أي أحد. يمكن اشتكى شي واحد أنهم ظلموا في شي ورقة، ولكن إجمالي راه كنتكلموا على 3000. فمن اللي كنذكر هذه الأمثلة، اليوم الحمد لله برنامج ديال الانطلاقة كيدعم الناس، هذا نوع من توزيع الثروة ونوع من تشجيع الاستثمار، وخاصة الشباب. التشغيل الذاتي وما أدراك ما التشغيل الذاتي، دعم المقاولات الصغرى، المناطق الصناعية التي تفتح وفتحت في كافة المملكة، هذا نوع من توزيع الثروة ودعم الطبقة المتوسطة والاستثمارات. هذه عناوين مهمة أنا نقول، يعني يمكن لي نقولها بالإضافة إلى الفقراء والمحتاجين والفئات المهمشة اللي دارت لها الحكومة برامج والحمد لله وصلتها، مجال التعليم، مجال الصحة كما أعطيت العناوين ديالها، تنمية المجال، العالم القروي، المدن ديالنا والجهات ديالنا. يمكن لي نقول نعتز ونفتخر أننا فتحنا الباب على مصراعيه وأزلنا كل العوائق لكي يستثمر الصغير والكبير، المتوسط والكبير، والحمد لله. وهذا خلق نوع من دينامية لتوزيع الثروة ولخلق فرص ديال الشغل، واليوم الحمد لله كنفتخروا بما يتحقق، والنتائج الحمد لله رها أمام الرأي العام.